مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالفيديو. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. باباتي اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. اليوم انا فرحانة الصراحة، فرحانة بزاف 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 بتعليقاتكم الشابة اللي خليتوها لي في اخر فيديو، في الفيديو اللي قبله واللي قبله واللي قبله. ما شاء الله عليكم، ربي يحفظكم ويخليكم ليا والله يبارك لي فيكم ان شاء الله وبارك الله فيكم. صراحة كل ما نقراهم نتحمس ونتشجع، وشكرا جزيلا للاخوات اللي التحقوا بنا مؤخرا في القناة، وربي يحفظكم ان شاء الله. شكرا الاخوات اللي اتصلوا بيا في الخاصه، وانا على انستغرام ولا على فيسبوك. اللي ما عندهمش انستغرام فيسبوك ان شاء الله غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. كاين بزاف اخوات الحمد لله اتصلوا بيا، كاين اللي تستشير، كاين اللي تسقسي، كاين اللي الحمد لله فرحانه انها هضرت معايا، ولا لانها فرحانه انها تخدم في كوزينتها. كما قالت لي واحد الاخت، قالت لي يعني حفزتيني وحمستيني واني ندير في كوزينتي على طريقتك، درت هذيك على طريقتك والحمد لله. يا ربي ربي يخليكم ليا. شكرا الاخت حفيظه اللي اتصلت بيا كذلك، ربي يحفظها ان شاء الله ويحفظ لها وليداتها، اسمها مدينه منوره. شكرا جزيلا لك اخت حفيظه، فرحت بزاف بزاف باتصالك، وصراحه هذاك الشيء فرحني. يعني تشاطرت انا وياها اطراف الحديث وهدرنا، وجبدنا صوالح في الباسي، وجبدنا صوالح كنا نديروهم، جبدنا صوالح يعني صوالح نبغوهم، صوالح جبدنا على صابون الحمامه، جبدنا على الطعام تاع الزراعه، جبن مهم بزاف صوالح، والحمد لله يا ربي. كاين واحد الاخت كذلك اتصلت بيا على ماسنجر، واخت عزيزه هي من المشاهدات قدام تاع القناة تاعي، ربي يحفظها ان شاء الله، ومن حبها ليا مسكينة قالت لي يا مفيدة ماشي غير بدلتي فينا بزاف، قالت لي حتى وليت نشوف بلي بزاف ناس واحد اخرين تبدلوا ولاو يهضروا بطريقة مختلفة ولات كذا. قالت لي كيما قالت لي بين قوسين وضحكتني قالت لي البساطة ولات العمود يعني قلت لها انا فهمي لي هذه قضيه البساطه على مود، قالت لي والله لا البساطه ولات على مود. قلت لها كيفاه، قالت لي انا نشوف بلي كاين حتى قنوات معروفه، قالت لي وكانوا بشكل ولاو بشكل اخر، ولاو يعني طلقوا رواحهم شويه ولاو يضحكوا، مش عارف كيف قاعده تفهم فيا صراحه، ضحكتني والله. بعد قلت لها انا هذا الشيء ما يزعجنيش، والله ما يزعجني، بالعكس انا هذا الشيء فرحني. كيما يقولوا في المثل، انا هذا المثل دائما نقلبه نقوله بالدارجه، انا نقوله من عاندني اثبت انني لا هي من قلدني اثبت انني. وتقليد في البساطه ولا تقليد في حسن المعامله ولا تقليد في الضحكه ولا تقليد في التفاؤل ولا تقليد في انك تشوفي العالم من واحد العين مشرقه، من واحد العين ولا من واحد الجهه ولا واحد النافذه مشرقه، يعني هذا الشيء انا يسعدني ونتمناه كاع للاخوات، كاع سواء الماكثات في البيوت، العاملات، الامهات، اصحاب القنوات الكبيره المبتدئه. انا ما نقدش نقول على قناه انها صغيره، عفوا المره اللي فاتت قلت القناه الصغيره يعني ما هو معروف يعني على العموم، لكن ما كاش قناه صغيره، والقناه الصغيره والكبيره هي كبيره بالمحتوى تاعها، بالشيء اللي تقدمه، بالحب اللي تمده، بالميساج اللي توصلهم، وصغيره بالشيء بنفس الشيء. يعني اذا كنتي قناتك كذا فاحنا نكبروا كما قال لك القناه، ولا انا ولا غيري ولا غيري نكبروا بيكم، يعني نكبروا بحبكم بمشاركتكم يعني بتفاعلكم معنا. يعني انسان كما انا الحمد لله يا ربي ماشي والله الحمد لله الحمد لله، يعني كي نقول كلمه انا في هذا الموضع نحشم به صراحه، لانه ما عندي حتى يد فيه، يعني هذه الشيء من عند الله سبحانه وتعالى، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا الانسان مره يتخذ قرار صحيح. يعني الحمد لله يا ربي حتى في تعليقاتكم نحس باللي كل مره تحسوني بالقرار اللي اتخذته اول مره كي كنت حنحل القناه ما كانش غلط، انني نكون انا هي انا، انني نتصرف على طبيعتي، اني نهدر كيما انا نعرف نهضر. يعني حتى انا عندي واحد الاغلاط، يعني كي نكون نهضر هكا عندي واحد الكلمات شويه بيزار
يعني نقول كلمات هكا بالك، لكن الحمد لله تقبلتوني وعرفت باللي مانيش وحدي ربما اللي نقول هذاك الشيء، ربما الحمد لله يا ربي وصلت لقلوبكم، وانا هذا الشيء اللي يهمني، يعني تخرجوا من عندي باستفادة ولو بسيطة ولو صغيرة، يعني نخرجوا مع بعضنا بواحد الطاقة إيجابية، يعني نخرجوا بواحد لا شارج اللي هي مليحة، يعني وحدة تكون ديكوتية تضحك تقصر، يعني رانا خواتات مع بعضنا نقصروا نضحكوا، يعني ما فيها حتى والو. انا بالنسبة ليا يعني كيما راني نهضر معاكم، كيما نهضر مع اختي قدامي، كيما نهضر مع ماما، كيما نهضر مع راجلي، حتى الزوج تاعي اول ما كنت حنحل القناة وقلتها مرارا وتكرارا، قال لي اول حاجة نوصيها لك مفيدة، كوني انتي هي انتي، لانه سبحان الله هذا الشيء يفرق بين شخص واخر، والحمد لله يا ربي. ربما هذاك الشيء اللي خلى بالك راجلي يبغيني، بالك هذاك الشيء اللي خلى اخوتي يبغوني، بالك هذاك الشيء خلى صحاباتي يبغوني، يعني هي انا هي انا، يعني مفيدة كيما تشوفيها في القناة، تشوفيها في الدار، تشوفيها برا، انا هي انا والحمد لله يا ربي. اما اللي قلدني في هذا الشيء ولا اللي عندني في هذا الشيء ولا اللي بغى يكون كيما هاك، فهذا الشيء من دواعي سروري، والله يكملها بالخير، والله يزهي كاع قلوبنا يا اختي، والله يدوم علينا الحال الزين. اذا هذا كان بالنسبه للاتصالات اللي فرحت بها بزاف بزاف، وربي يخليكم ليا ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. مهم بالنسبه للاخوات الاخرين، غادي نخلي لكم قالي ما يعرفش الخاص تاعي، يعني الانستغرام ولا فيسبوك، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف بحول الله. المهم هنا قلت لكم يوم نهار الجمعه، يعني اخوات اللي سقساوني وقالوا لي مفيده كيفاش البروغرام تاع المراجعه والاختبارات وكيفاش تنظمي وقتك، فانا سبق لي وشاركتكم يعني التنظيمات الكبار، يعني الميناج اللي درت للشومبرا تاعي ولا تسياق ولا باش نتفرغ لوليداتي يعني. وهذا النهار تاع الجمعه ولادي تشهوا لهم حاجب ودرتهم لهم، مهم، وكان عندي واحد لي طاش اللي خاصني نكملهم كيما هاد تحت البوتاجي. اما بالنسبه للمحاجب فغادي نخليهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، لاني سبق لي وحطيتهم على القناه هكا باش ما يواسيليش يوتيوب على تكرار المحتوى. المهم غادي نخليه لكم باذن الله في صندوق الوصف. اما بالنسبه لي بورتمونجي، في الطريقه الصراحه اللي اعتمدتها بزاف مليحه، يعني راه عندهم اكثر من مده شهر باش وصلوا لهذيك الحاله يعني اللي تخلطوا. اما الاخرين فبديت نتريي فيهم كما تشوفوا، قصت لي اللي تهرست، اللي خسرت، اللي تحرقت مثلا، اللي واست، فهادو غادي نتخلص منهم وننظم العلب تاعي، يعني نترييهم، ندير البلاعات وحدهم، ندير لي بورت مونجي وحدهم، وندير واحد في واحد، يعني بهذه الطريقه غادي نحافظ على الاخر. بالنسبه لهذا الغطاء تاع لابوات تاع الطوماط يعني نسحقه، لاني كي نحل مثلا قطي تاع الكونفيتور ولا قطي تاع طوماطيس كبير ولا نواسيت، نعاود نبلعه ونديره في الكونجيلاتور ولا نخليه فقط في الثلاجه، يعني بلا ما نعاود نحط في بلاره تاع الزداج. اما بالنسبه لي بورت مونجي فالصراحه هذه الطريقه ما اعتمدتها ومساعدتني بزاف بزاف بزاف، يعني وتخلي لكم تحت الاخر منظم، يعني قد ما جبدتي ورجعتي فيبقى كما هو، يعني اطول فتره ممكنه. صراحه انا ولادي فقط هما اللي يروبلوهم كي يجبدوا هذوك العلب تاعهم تاع المدرسه، وكما كنت تشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه، وجاو بزاف شابين صراحه، قلت لكم قد ما تجبدي وتعاودي تردي يبقاو كيما هما، صراحه ما مساعد بزاف بزاف. المهم من حاجه نقزو لحاجه واحده اخرى، كملت مع الجهه تاع لي بورت مونجي، صراحه السله تاع الخضره كانوا مقيين من نهار السوق، وفقط بقات لي سله تاع لي بورت مونجي. فت كذلك للكارثه الكبرى اللي كانت تحت بوطاجي، هي مواد التنظيف، صراحه كانوا كاع مروبلين، يعني حاجه داخله في خوتها، والله يبارك بناتي يجبدوا حاجه ما يردوهاش في بلاصتها، يعني راكم عارفين الشيء ده، تامي يتعلموا ونعلموهم غير بالعقل. المهم بديت نتري تاني في تحت بوطاجي، شوفوا الكرده تاعهم تاع الماء دايرينهم مع صوالح التنظيف، صراحة بزاف مخلطين الدعوه، فقلعتهم هكا باش نغسلهم لهم، وحطيتهم بجي وخويت كاع الدنيا باش نغسل كذلك وننظف هذاك المكان اللي اسفل الحوض. ومن بعد قلعت كذلك السله كما كنت تشوفي حالتها مبهدله، فغسلتها ونقيتها وكلشي، وعمرت القرعه تاع الجافيل. بغيت هنا نعطيكم واحد النصيحه فقط بالنسبه لو جافيل، كي تشروها شرو 16 دوغري، شرو اللي قوي، وهذا تقدروا تخفوه بالماء وبيدو تاع 5 لترات راه يدير 24 ميل،
مقارنة بقرعة اللي راهي دير 12 ميل، يعني لتر ب 12 ميل وخمس لترات 24، يعني ماشي كاع كيف كيف، ديفيرونس كبيرة بزاف. بهكا غادي تقتصدي وغادي كذلك تحصلي واحد جافيل اللي تكون مركزة. أما بالنسبة للمواد التنظيف تاعي فكما كتشوفوا درت السلة تاعي اللي نقضي بها كل يوم، يعني تاع المسيح تاع كل يوم، شنابر وكلشي، وحطيت مواد التنظيف الأخرى تاع غسيل الماعن وكلشي في السلة الكبيرة، وهذيك السلة اللي فيها أو العلبة تاع مسحوق الغسيل والبيادن وصوالح الأخرين في الطرف يعني. وهذيك العلبة درتها، هذه كانت أوطي تاع الملح قديم، حطيت فيه بيكربونات ورجعت العلبة تاع العصافير تاعي، رجعت لهم فيها الأكل تاعها. المهم كملت تحت البوتاجي ولقيت الطامة الكبرى تقرا فيا يا خوتي بالعبك، دوكا كي راني نسجل وعاود شفتهم عاود تخلعت والله كي نشوفهم نعرق نعرق، يبدا العرق يسين معايا يا اختي كل واحد عنده كوشمار، وانا هذا هما الكوشمار تاعي. القش من حملهش صراحه، تلقوني غير نخزن فيه من بلاصه لبلاصه وكل لقى ما شوفهش صراحه. عندي البلاكار تاع الكولوار كي نكمل القش ندخلها من شير نولي نحطها في داك بلاكار به ما نشوفهش، ومن بعد نلقاه قدامي صراحه ولا بد انها ترجعي ليه. المهم كملت معاه وبناتي، يعني الحمد لله يا ربي، كل واحد دق الشحطه في بلاصته، كل حاجه رجعت لبلاصتها والحمد لله يا ربي. ومن بعد نقيت الصالون تاعي، عطرته، هيئت الجو باش نبدا انا وليداتي المراجعه. وهنا ندخلوا في الموضوع المهم تاعنا، خاص البلاصه اللي غادي يرجعوا فيها الوليدات تكون مريحه، يعني ماشي في وسط الفراش وفي وسط الروبله ولا الضغط ولا الاخر، يعني هما وين يرتاحوا. والصراحه انا نبغي نرجع لهم في البلاصه اللي نجمعوا فيها عوايدنا زعما، ولا نقصروا فيها ولا نضحكوا فيها، هي اللي نرجع لهم فيها، يعني باش ما يحسوش بلي راهم مضغوطين ولا كاين واحد الفرق. اما بالنسبه لهذا البخور اللي ندير فيه رائع، هذا البخور جايبه صديق زوجي من النيجر وصراحة بزاف شباب، وبالنسبة لسكان تمراست راه يتباع في السوق تاع تفسيت، وننصحكم به بزاف بزاف شباب. المهم انا نديره يعني، وتعرفوا بلي عوادي بالجمعة نهيئ هذاك الجو، يعني نحسسهم بلي يوم الجمعة عيد ويوم مختلف، اضافة الى اننا غادي نخلقوا واحد الجو باش ندخلوا نراجعوا فيه. بالنسبة لمراجعة على الاطفال، انا ارتكبت اغلاط بزاف واخطاء بزاف وكوارث في التربيه تاع وليداتي من قبل، يعني خصوصا مع بنتي الكبيره. صراحه ما كنتش نعرف، كنت ضاغطتها بزاف، كنت داركه عليها بزاف، كنت نحسسها باللي الاختبار نهايه العالم، يعني نهار يجي وقتها الاختبار انا نضغط، يعني هذاك الضغط اللي يكون فيا انا، الخوف اللي يكون فيا انا، نروح نحطها فيها. فصراحه ضغطتها واحد الوقت، لكن الحمد لله الحمد لله يا ربي انعم عليا واكتشفت الاخطاء تاعي وسييت نصححهم يعني، والحمد لله يا ربي. وليداتي يعني ما سفراوش، الصغار ما سفراوش قد ما سفرات الكبيره صراحه، لاني تعلمت منها هي كشغل الله غالب، يعني احنا نبدا الولد الاول يعني نتعلموا فيه، يعني نعجبوا فيه مسكين، نفوتوا فيه كاع طرق التعذيب صراحه. كنت نزقيه، كنت نضربها، كنت ربي يغفر لي ويجعلها تسمح لي ان شاء الله، وربي يغفر لي بحول الله. المهم الحمد لله يا ربي، ما وليداتي ضغطهم في الاول، لكن مع الوقت مع الوقت عرفت باللي خص المراجعة ما تكونش هذيك الأسبوع تاع قبل الاختبار، خاصة تكون من قبل، يعني مع بداية السنة الدراسية. الدرس اللي كتبه يروح يحفظه، يروح يراجعه، يروح يفهمه، يجي لك يناقشها معاك، يقول لك شا ما فهمتش شا فهمت كذا. مثلا أنا صراحة زيرو في المات، خاطيني لي مات، خاطيني سيونس، خاطيني فيزيك، يعني مانيش حتى التم، يعني نفهم قدي قد روحي. أما المواد الأخرى زعما الحمد لله يا ربي، بصح هذوك العفايس خاطيني وخاطيهم، مي الحمد لله يا ربي زوجي يعرف، كاين حاجه سموها انترنت، كاين حاجه سموها قنوات في اليوتيوب راهي تشرح ما شاء الله الدروس، يعني ما تحتاج انك تبعت ولدك يدير الدروس خصوصيه. كاين كذلك قنوات ما شاء الله راهي تحط على فيسبوك او صفحات على فيسبوك تحط ملخصات الدروس، كاين سوجيات يعني تصالح يعاوني بزاف بزاف في المراجعه. فنخلي ولادي طول السنة هم يقروا، طول الفصل هم يقروا يحفظوا، ونهار أسبوع تاع الاختبارات نشد لهم مثلا كيما اليوم هكا، نحكمهم مثلا خلاصات ولا عفسة، نحل أي صفحة ونسقسيهم.
اي صفحه تجي في راسي نحلها. انت واش هادي واش هادي؟ مثلا بنتي كانت تقولي ماما ما فهمتش هادي، مثلا نعاود نفهم لها واحد ليكزيرسيس، قالت لي هذا ما فهمتهش. وروحوا توجور في الرياضيات كما انا نروح بزاف لهذيك الحصيله والمعالجه، ولا نسيت كيسموها يا ربي، المهم الحصيله اللي غادي مثلا كل ما يكمل واحد، نسيت كيسموهم صراحة. المهم كل ما يكمل واحد الشابيتر نلقوا هذاك الخلاصة اللي يديروها او الحصيلة، فهذاك الشيء هو اللي غادي يساعد التلميذ ولا يساعد وليداتكم باش يحصلوا افضل. اما بالنسبة للنقاط، يعني انا صراحة بنتي الكبيرة كنت ضاغطتها، كنت نقولها جيبي تحت 9 نقليك، تجيبي تحت 9 نشويك، تجيبي تحت 9 نكمل معاك. صراحة مسكينة كانت تخاف، كانت تجيب 7 تجيب 6 تجيب كذا، كنت ضغطتها واحد الضغط. اما مع الوقت، وهذه ربما الاول مره راح نقولها لكم، لما شديت انا استخلاف في التعليم الابتدائي، يعني شديت استخلاف لقسمين، قسم سنه ثانيه ابتدائي وقسم سنه اولى ابتدائي، يعني هذوك علموني واحد الدرس، ودرس كبير 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 بزاف صراحه. تم تعلمت باللي التلميذ المجتهد ماشي هو اللي يجيب 9 فاصل المعدل، تعلمت باللي الكفاءات ولا واسمهم تاع التلاميذ ماشي كاع كيف كيف، القدرات تاع التلاميذ ماشي كاع كيف كيف، يعني كل واحد ربي شعطاه، وكل مخ وش يرفد، وكل واحد فيه ربي يطلعه وفيه هوده، يعني تخمامه وين يقد يجيب خير وين ما يقدش يجيب، وكل واحد سبحان الله الميول تاعه. وكاين واحد الاخطاء يرتكبهم الاولياء، يعني صراحه انا كنت نشوفهم من خلال الاولياء اللي كانوا يجوا عندي، كنت نشوفهم من خلال التلاميذ كيحكوا لي على ابائهم كيف يتصرفوا معاهم. وصراحه واحد المرات كنت نرجع قانطه للدار، كنت نرجع نبكي، كنت نقول انا كنت ضاغطه ولادي، انا على درت كيما هاك، انا على ندير كيما هاك. المهم تعلمت والحمد لله يا ربي، كانت واحد الخبرة بسيطة يعني. وهذوك التلاميذ صراحة توحشتهم بزاف، ونحييهم نحييهم بزاف بزاف، تلاميذي سواء في عائشة أم المؤمنين في تمراس، سواء التلاميذ اللي كانوا عندي في سرسو في راي، كذلك في تمراس، صراحة علموني علموني درس كبير في الحياة والحمد لله يا ربي. مهم افضل حاجه تعلمي بها ولادك هي الطريقه السهله، يعني انك تجربي لهم، مثلا يعطوك الامثله، طريقه الامثله. انا بزاف نقول لهم مثلا جربوا ها كيفاه ديروا، يتعلموا يشكلوا في جسمهم مثلا التنفس، يوروا لي زعما وين جاي هكا يحفظوهم، وكذلك طريقه الرسم او لي شيما، فكذلك مساعديني. اما مع بنتي الكبيره فصراحه نفس الشيء، بنتي الحمد لله كبرت، تعلمت تراجع وحدها، تعلمت تحفظ وحدها، وتعلمت حتى هي تعاونني في خوتها، مثلا نهار نكون انا مشغوله ولا نكون ما نكونش ولا عفسه، فهي اللي تعاونهم. واما بالنسبه للوالد فكذلك يعاونهم، يعني زوجي الحمد لله يا ربي يعاونني في المراجعه. مرات كي نكون قلت لكم انا شويه ثقيله يعني في الليمات، ماشي ثقيله ما تسقسوني شحال كنت نجي في المات، باسكو فريمون كنت حابسه مقاريه مفرينيه قريت الباك على جال، قريت المات على جال الباك، جبت به الباك وصاي هذاك العام تاعي تاع الباك. قبله كنت نجيب كما كان يقول لي الشيخ تاعي تاع الباك، كان يقول لي مفيده راني سالك هاكي تقري عندي بالكريدي نقول له شحال راك تسالني الشيخ، يقول لي سالك زوج قاطي ونص هاكي بالموا، يقول لك كي دخلتها بالناقص المهم من هذا الشيء احنا نتعلموا باللي احنا ثاني ما كناش دي سوبر هيرو، ما كناش احنا ثاني دي سوبر ايلاف، حتى كنا دي سوبر ولا دي كراك فريسان، كنا فري نقرو، مي هذا الشيء ما يبررش انه عقلك وعقله كيف كيف، عقلك وعقل ولدك كيف كيف، تخمامك وتخمامه كيف كيف، ذكائك وذكائه كيف كيف، يعني سبحان الله كل واحد وربي شعطاه والحمد لله يا ربي. يعني انسان ما يقولش كاع انا ما نقدش، والحمد لله انا كنت فري ما نحصلهاش في المات، والحمد لله ولادي خرجوا الله يبارك يقروا المات ما شاء الله فيه، الله يبارك ربي يحفظهم يعني. وانا كنت في دارنا انا الوحيده اللي خاطيني مات، اعلى نقطه كنت نجيبها يعني، وما تضحكوش عليا، اعلى نقطه جبتها في المات هي الزوج ونص، زوج ونص على 20 صافا تساعدكم
المهم الاخرين بالكريدي، يا كان يساني الشيخ. مي الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله، كل واحد ربي شعطاله يعني، الحمد لله يا ربي. اما بنتي قلت لكم في كي كبروا يفوتوا الابتدائي علموهم يعتمدوا على لسانهم، علموهم يروحوا مثلا الملخصات اذا خصوا دروسهم يحفظوا وحدهم، والحفاظ على طول السنه هي احسن طريقه حفظ، يعني الدرس اللي يقراه يحفظه، هذيك هي احسن طريقه. وكذلك مثلا التكنولوجيا كي تشروا لهم طابلت ولا سخروها لهذاك الشيء القرايه، لي سوجي مثلا يتيليشارجو السوجي يحل لهم وراهم يخدموا عليها، مثلا بوهم يامبريمي لهم لي سوجي وكذلك يحلوهم، وهكذا زعما الحمد لله يا ربي نفعيني بزاف. الملخصات والسوجيات صراحه مساعديني بزاف بزاف، ومعليش السوجي كيتكرر انا نتعمد خطرات انني نخرج السوجي يتشبه السوجي هكا باش يتكرر لهم السؤال ويترسخ لهم في لسانهم. كاينه واحد النقطه اخيره غادي ننوهكم ليها وننبهكم ليها امهات، هي انك ديري لهم ماده تاع حفظ مع ماده تاع فهامه، مثلا تحطي لهم لي مات حطي لهم معاها اسلاميه، مثلا تحطي تاريخ وجغرافيا حطي لهم قدامها فيزياء، قدام مهم ماده مع ماده، عمرك ما تركزي لهم مثلا تقولي عندهم كذا وكذا، نبدا لهم بالمواد تاع الحفيظه تدخليها عليهم غير حفيظه حفيظه حفيظه، غادي عقلهم يتعب. والصراحه هذه الطريقه انا جربتها وما نجحتش معايا صراحه، وتعبت لي ولادي باطل. المهم اني نعطيكم في خلاصه واش نجح مع وليداتي، خلاصه واش نجح مع التلاميذ اللي كانوا عندي، وصراحه كانت واحد الاكسبيريونس اللي رائعه اللي نتمناها لكل الامهات، ونتمناها لكل الاولياء الامور انهم يكتشفوا ويصحوا اغلاطهم يصحوا اخطائهم ويصحوا الاخر باش ما يرتكبوش في 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 وليداتهم الاخرين ولا. وانا من اخطائي هذوك تعلمت، اما بالاكسبيريونس تاع التعليم فصراحه كانت اكسبيريونس اللي رائعه جدا، ونوجه تحيه كبيره 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 لتلاميذي واوليائهم اللي راهم يشاهدوا فيا في القناه، ربي يحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم وربي يخليكم ليا بحول الله. مهم كان هذا هي لا فيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله انكم خرجتوا منها ولو بافاده صغيره، نكون التجربه تاعي فادتكم ولو بالقليل. وشكرا على محبتكم، شكرا على اخلاصكم، شكرا على دعمكم ليا، شكرا على كل حاجه مليحه نويتوها ليا، شكرا على دعواتكم الخالصه وتشجيعاتكم، ونبغيكم بزاف 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 بزاف، وربي يخليكم ليا ويخليني ليكم، ودمتم اوفياء ليا ودمت وفيه ليكم. السلام عليكم.